نقطة الخلاف بين طلبة الطب ووزارة التعليم العالي ووجهة نظر كل طرف في القصة باختصار. في 13 مارس 2023 أصدرت الحكومة في الجريدة الرسمية دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه، يقضي بتقليل سنوات تدريس الطب من 7 إلى 6 سنوات بالهدف رفع عدد خريجي كلية الطب والصيدلة لسد الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية المغربية. قرار التقليل سيشمل جميع الأفواج باستثناء أفواج السنة الخامسة والسادسة والسابعة في عام 2023، مع إمكانية استفادة الأفواج المعنية بست سنوات من تدريب إضافية بعد السنة الأخيرة تصل إلى 12 شهراً إضافي. فلماذا يرفض طلبة الطب هذا القرار؟ طلبة الطب يرفضون قرار التقليص لعدة اعتبارات يحددونها في تأثير على جودة التكوين بعد تقليص سنوات التدريس والتكوين وساعات التدريب والتكوين، وبالتالي سحب الاعتراف الدولي من دبلوم الطبيب المغربي الذي يعترف بعدد محدد من ساعات التدريب، وبالتالي حرمان طلبة الطب المغاربة من فرص مهنية دولية. ثانيا، يرفضون رفع المقاعد المفتوحة لولوج كلية الطب لأنه سيؤدي لأزمة اكتظاظ كبيرة بسبب عدم قدرة البنية التحتية للكليات والمرافق الاستشفائية وضعف الموارد البشرية المؤطرة لاحتواء الزيادة. وبالتالي طلبة الطب يعتبرون أن هنالك مشاكل ذات أولوية قبل اتخاذ قرار تقليل سنوات التكوين ورفع عدد المقاعد المفتوحة. وأنت مع أي طرف تتفق، طلبة الطب أم الوزارة؟